واحد بيقول في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس أن السيد المسيح ظهر لصفا ثم لباقي التلاميذ ثم ظهر لأكثر من 500 أخ أكثرهم باقي إلى الآن. ويقول من هم الأخوة الباقين إلى الآن؟ يعني أنت كنت عايز بولس يكتب أسماء 500؟ ده ناقص واحد يقول لي في يوم 50 عمدوا 3000 اكتب لنا أسماء 3000. مش معقول يا حبيبي، الكتاب بيكتب من أجل خلاصنا، فالمعلومات الخاصة بالخلاص هي اللي بتكتب. لكن هتستفيد ايه انت من اسماء 500؟ مش هتستفيد حاجة، الكتاب بيكتب ما هو لازم لخلاصنا.